ما زلت بحذانا في الكوجينه. اليوم عملنا من تارت، التارت اللي بالقارس باش نعملوها بالشوكولاته البيضه، باش تجينا هكاك اقل حموضيه، اما برشا بنه بوكو دو غورمانديز. دونك هذايا باش نشوفوه من بعد شويه مع الشيف حسين. مرحبا بك مره اخرى بحذانا. ميرسي. قبل كل شيء باش نرجع بحذا شيف ايمن اللي هو عمل لنا العلوش اليوم على طريقه جديده، وقاعد يطيب في الروز فرد وقت. دونك العلوش نتاعنا طاب طاب حذر، دونك خليوها في عقله، قد ما يطيب قد ما خير. اونتخ طون الروز تو سامبلومون ما راتيتو شيء، شويه زيت نجمه، شويه بصل، شويه بصل، حاطين الروز يتقلى. وي وي نجمو نقليو الروز مليح هذايا على كيما ان ريزوتو تعملوه هكا فيسع فيسع. دونك بصل، نص بصله مقصوصه جيده، نقليوها مليح، نكملو نقليو لمده دقيقتين الروز حتى لين الكعبه تولي ترونسبارونت. وقتها باش نبداو نحطو في المكونات الباقي نتاع المكونات اللي هما حاطين شويه زعفران، شويه كركم دوبل، كركم تيشا كركم مش برشا. وشنو اخر شيء؟ نزيد الهيل. اب كايبتين هيل، كايبتين هيل، جست نكسرها من شويه هكا باش يخرجوا البارفان تاع الهيل الكل. انا فوالا، ولهنا باش نمرقوا بالجو نتاع بيان سور العلوش. واو واو واو، بنا على بنا هيك يعطينا. دونك تعود ما نطيبوا الروز في الماء باش نطيبوه فينالمون بالجو نتاع العلوش اللي طاب فيه العلوش. دونك عنده بنه اخرى ونكهه اخرى. دونك شايف نخليك تكمل طيب الروز. دونك جوست نحطوا دو تخوا لوش نخليوه يطيب، نحركوه وكي يشيح شويه من الماء نعاودوا نزيدوه حتى لين يطيب. لازم لهم هكاكا تحسبوا ابخي 10 15 دقيقة باش يطيب الروز نتاعكم. اونتخ طون نجيب حذاك شيف حسين. مرحبا. توا باش نبداو نعملوا الكريم باتيسير اللي هي بالقارس. شنو نسحقوا؟ دونك قبل جوست حبيت نوريتهم نوريهم الفون تاعنا طابت حضرت. أي. خلينا تبرد شوية. لا. باش نوريها اللي هي راهي تتهز معنا. تتهز. بون سي يسهل ماكسيموم باش تبرد في عقلها. عندك حق. باش ما تفتفتش. باهي. فوالا هذايا القالب نتاعنا خليوه لنا. باهي. بالنسبة لكريم سيترون، دونك عندنا جو سيترون. قد ايه؟ 200 غرام. 200 غرام جو نتاع قارس. اي. باش نسحقوا كعبتين عظم. اي. 150 غرام سكر. شكارة فانواز. اي. ومغرفة. كريم ديسير فانواز. شكارة كريم ديسير فانواز. ايه. ومغرفة. أميدون. نتاع ماكلة ولا نتاع قهوة؟ نتاع ماكلة. مغرفة نتاع ماكلة. فوالا، دونك هذايا اللي باش نخلطهم مع بعضهم في البول نتاعي. اي. في الفروة. ومن بعديك باش نحطهم على الغاز مع جو سيترون باش نزيدوا 100 غرام ماء. 100 غرام مي مي لا خليك انت تبدا العظم نتاعك، وانا اونتخ طون باش نوزن لك عص جو دو سيترون الماء. تنجم توزنوا في الكاسرول تو نوزنوا في الكاسرول ديريكتومون. باهي ميرسي. هوب دونك عندنا جو دو سيترون، نكمل نزيدك 100 غرام 100 غرام ماء توت سويت. ميرسي. فوالا ميرسي. وتوا نحطهم يسخنوا. اه وين جوست لهنا باش نزيد السكر نتاعي. دونك حطيت كابتن عظم، حطيت شكارة كريم باتيه فانواز. شكارة كاملة وقلت لي مغرفة. شكارة كاملة مغرفة. مغرفة أميدون. أما شكارة كاملة كريم باتيسير فانواز. دونك وتوا السكر. السكر باش نحطو 150. فوالا. مش باش نكثر من السكر خاطر ديجا عندنا شوكولا بلون بعد باش نزيدوها. تخي بيان. دونك باش نحط لك مغرفة. مغرفة. شي. شي. هما باش يقولوا برشا الكونتيتي كبيره نتاع الاميدون والبودره كريم. اي احنا بالعاني نحبوها عاقله. حبها شاده روحها. شاده روحها. مغرفه كبيره. خاطر من بعد باش نصبها بالبوش. فهمتك. دونك باش تعطينا التكستور المنظر نتاع الدوي اللي حاجتي. مغرفه كبيره حاجتي. اي مغرفه كبيره. تخي بيان. دونك نورمالمون. رفيق زاد عندك شويه حبق، دونك من بعد هذاك. بازيليك هذاك باش نخليه اخر حاجه.
بعد ما نحط الكريمه نتاعي وحطيت لها شوكولا بلون وخلطتها، نخليه اخر حاجه نهار شي ونحطها في وسطها اخر حاجه خاطر باش ما يوليش لونه اكحل باش ما يكحلش وباش ما يتيبش يقعد المطعم نتاعو قوي. ولا دونك سيس روحي شوي شوي ميرسي. دونك لازم نحل هذايا في البرد باش ما تعمليش لك عابر من بعد تكستور. وظهر لي دايوغ الطريقه هذه حتى الكريمه العربي نتاعنا نجموا نطيبوها بالطريقه هذه اللي هي السكر، احنا الكريمه العربي نحطوا لها نشي السكر ونشي والعظم في البرد نخلطوهم مليح مع بعضهم، الحليب يسخن وحده ومن بعد صبوا شويه حليب تشوفوا دونك هوني شويه معناها ماك الحليب السخون ولا هوني عندنا الجو نتاع القارس والماء ومن بعد نعاودوا نطيبوا كل شيء في وسط الكسرونه. طريقه سريعه، الطريقه نبداو متاكدين اللي هي ماهيش باش تكعبر واللي هي باش تجي ناجحه الكريمه تاعنا برشا على الغاز اكزاكتومون باش تجي دونك هذه باش تجي فيسا فيسا. حتى في الكريم باتيسي معناها كي طيبهم في الدار ديما نحط السكر والكريمه نتاعي بودره في شويه برد ونخلي بقيه الكونتيتي تغلي كي تبدا ايترا مثلا كونتيتي كبيره شويه. فوالا فوالا. والجولدينا من بعد الجولدينا شويه الجولدينا كي تكمل الكويسون نتاعها. فوالا دونك جوست تسخن شويه. هذوما نجمو باهلي نجمو نبداو. اي ديجا في صغلي تخط الكونتيتي شويه مش برشا دونك ميرسي. ونقعدوا ديما نحركوا ديما نحركوا ما نغفلش عليها باش ميرسي بوكو ما زدنيش نغفل عليها باش ما تعمليش لك عبر. هي نورمالمون باش تطيب فيسا فيسا بالكميه نتاع البودره كريم ونتاع النشي نورمالمون فيسا فيسا باش تلم روحها اون فيت. بون هي مش فيسا تلم روحها مي تكون اعقد برشا اي مش كيستيون وقت في الكويسون كيستيون التكستور من بعد باش تكون شاده روحها برشا. فوالا بعد باش نصبوا الشوكولا بلون. الشوكولا بلون بيان سور كالعاده ديما ناكدوا على الشوكولاته عمرنا ما نحطوه اون كونتاكت ديريكت مع النار. دونك كان تحبوا تذوبوا الشوكولاته سواء في الميكرون تعملوا له كل مره 15 ثانيه تخرجوه تدوروا شويه وتعاودوا مره اخرى 15 ثانيه ولا سينون في الباماري والا سينون تصبوا عليه حاجه سخونه مي مش ديريكتومون هو اون كونتاكت سواء في كسرونه ولا هكايا في ميكرون ولا في فور تخليوه ديريكتومون اون كونتاكت مع السخان. دونك انا هنا بعد ما تطيب باش نحطها ونخليها نغطسها بالكدا في الكريمه ومن بعد نحرك ما نبقاش نحرك فهمت. كما قلنا البازيليك اخر حاجه هذيك باش نخليوها باش يقعد نكملوا كملنا الغوسيت نتاع اليوم كملنا اي اللي هي فينالمون ما شدتش اليد التارت او سيترون اللي بالشوكولاته البيضاء كيما هكا وفيها شويه مطعم نتاع احبق سهله ما فيها حتى شيء ما تشدش اليد. المكونات ثلاثه ولا اربع مكونات ظهر لي البات عملناها بالبسكوي سيده دونك باكو نص بسكوي زايده عليه 50 غرام كولدينا عليه رشه ملح كابتن عظم عجنناهم بالكدا ومن بعد حطيناهم في الفور في 180 قعدت 4 دراج وفوالا الكريمه نتاعي قريب تطيب مش معناها بقت معناها طابت لازمني نخليها تشد روحها بالكدا. انا نعرفها دقيقتين بعد ما تبدا تبقبق هبطها معناها الكريمه نتاعي دو مانيير جينيرال هبطها دقيقتين بعد ما التبقبيقه الاولى. فوالا الزيت ما عطتنيش دونك سي بون بريسك. شايف شنحوي له كل علوش وكل علوش جميع الكل على قد ما تخليه يطيب على قد ما يزيد يسيب القوم تاعه في الصوص. تو باش نحضر الرو نتاعو اللي باش من بعديكا باش نعقد بها شويه الصوص باش نحطو تردها جو كي جو نابون نبي بها من بعديكا العلوش دقيقه بلا استناني دقيقه على الغوت دقيقه بس دونك نرد التكستور نتاعو كيفاش يده بالكدا باش نزيدها الزبده. لا هذيك الشوكولاته البيضاء الشوكولاته والجولدينه فوالا باش نزيدها شويه جولدينه مغرفه صغيره هكا اي فوالا ميرسي
دونك بالنسبه للكريم تاعي بعد ما تذوب الشوكولاته والجولدينه باش نعمل كوش نحميها من الهويه الفوقاني. دونك يا اما ناخذ شويه جولدينه ونعاود نعمل كوش فوقانيه، يا اما ناخذ بابي سيلوفان ولازمني نمس بيه الكريمه. تري بيان. تيل فاسون ما تعمليش الكوش نتاع القشره. نجي نصبها بالبوش تخلي لي برشا تكستور خايبه برشا. دونك جوست انا ذوب الشوكولاته وخليها تبرد في عقلها كيما قلنا شويه. اوكي شيف، مي لا سي احنا الغوسات نتاعنا بريسك فيت، ما بقى لنا كان الدريساج. نرجع بحذاك خاطر احنا مازال عندنا حويجات باش نعملوها. انا التابوله. شفنا لي زانغريدون اللي حكيناهم بكري، باش نزيد شويه فقوس. شديت شويه فقوس انت. فوالا. قلت لي راه نحط فقوس، قلت لك ليه فك علي. يا اخي رجعت لقيت قال فقوس، شديته. عندك الحق، عندك الحق. شويه بصل. ولا هكا نورمالمون الغوسات حاضرة. وي حاجة روعة الغوسات، أنا نحبها برشا. توا باش نزيد جست رشة ملح. إي. ومن بعديكا باش نزيدها رشة زيت، أنا مانيش نحط زيت، بعد نحط المدريسي سلاطة في الصحن، نحط هكا شوية شوية زيت. هذايا حضرت. هذايا بالنسبة لل. هيتو بحذايا. التابولة حضرت. توا باش نعمل. الغو، نفسر فيسا فيسا، الغو شنو هو؟ الغو هو خليط ما بين الجولدينا والفرينه، قد الجولدينا قد الفرينه، ومن بعد نصبوا عليه ان ليكيد سائل. السائل هذا ينجم يكون حليب، ينجم يكون صوص نتاع علوش، ينجم يكون اي حاجه، اما باش يعقدك السائل هذاك. احنا تو نحبوا نعملوا كي صوص تبدا مع العلوش وتبدا او ميم طون هكا التكستور نتاعها كيما جو دو فياند. فوالا. دونك هاك علاش باش نعملوا الغو، نجيب لك. ناخذ فرينة، هو نجم نقولوا الباز نتاع صوص بيشاميل. اكزاكتومون. فوالا. وهي طريقة زادة باش تخاطر بها اللي تحب انت. فوالا. مي قبل ما تحط معناها قبل ما توصلها بشكون هي صوص بيشاميل، أنت تنجم معناها تذوب الجولدينة، باش تزيد فرينة، من بعديك معناها الخليط هذاك أي صوص تزيدها معاه، يعطيك ال ريزولتا جو تنجم تنبي بيه دجاج ولا حوت ولا لحم ولا اليوم. دونك الجولدينا والفرينه بالطبيعه ورده. نحط لك شويه فرينه شاف. جست تذوب لي زبده شوي. وانا باش ناخذ فوي. توت سويت. هوب. فوالا. اذينا. هوب. الريحه البنينه خرجت. تفرح ساعات كي تشم ريحه هكا بنينه تعرف ريزيكا. انا الحقيقه تشيخني في مخي معناتها ريحه الماكله البنينه. سي بون ولا نزيد ولا اقل؟ نزيد شويه. عيشه برك ماك. نطيبوه ولا نحطوا دونك قد الجولدينه قد الورده. شويه نزيدك شويه. دونك قولي قداش حطيت؟ 35 غرام. 35 غرام. نزيدك شويه. فوالا 35 غرام. 35 غرام دونك 35 غرام جولدينه عليها 35 غرام فرينه ورده. نطيبوهم مليح كيف ما هكا كي الشيف قاعد يعمل بالفوي، مهم ياسر المرحله هذيا. ومن بعد نصبوا عليه الجو نتاعنا ولا الصوص نتاعنا اللي نحبه. بالنسبه لي انا توا تعرف شنو نعمل؟ جوست باش نخلي الفرينه والزبده تاخذ تيب شويه. اي تيب شويه. اي. ومن بعديك باش نخليه يبرد شويه يبرد شويه. خاطر هذاك سخون. فوالا خاطر باش نصفيه الجو باش نخدم به باش نصفيه. باهي. هات نسكر عليه. هذايا سي بون. خليه هذيك. الروز هكا سي ديجا قاعد يطيب. بريسك تاع. اي. تراه نشوف نعمل عليه طلع هذا زاد. يشرب الماء نتاعو. ويتيب فرد وقت. دونك توا نصفيو اللحم. خليك شايف مالا تكمل تصفي اللحم اونتخو تون بردتشي بريسك نزيدها شويه بازيليك دونك شويه السخانه هذيك اللي في الكريمه باش تخرج لي زيرون في اللي موجوده في الاوراق بازيليك نتاعنا نورمال خليته خشين ما يسالش بنير راهو ويعطي ايفي حي للكريمه نتاعنا يحيي الكريمه نتاعنا دونك وبشي يقعد اخضر لونه دخلت ديجا بردت شويه الكريمه دونك ديما نحاول نهرب على اي حاجه خضراء مثلا ما نعرفش حتى في الكويزين مع الناس ولا كل في الاخر نحطها
تصيب لي زيروم وتقعد لونها اخضر ما توليليش اكحل. هكا ولا شايف؟ اكيد اكيد من تبعك هذاك توا مازال مع ال خايف على العروش نتاعو. خايف على العروش. انا عندي فيك ثقه، انا في كونفيونس في ال... انا قلت لها خاطر لصقنا من الاول نسقوا احنا في المنيو تاع اليوم، لصقنا بين لونتري والسويت والديسير. قلت لها المعدنوس ولا اي حاجه خضراء نزيدوها في الاخر في اللي سوب، حكيت هكا باش تقعد لونها خضراء وتصيب لي زيروم ما تولينيش كحله تفسد لنا منظر البلا. سيبري ولا جوست نحبها تبرد بالكدا باش من بعد تعطيني المنظر نتاع الدوين تاعنا. باهي فوالا هذه البوش. باغ كونتخ نجمو نحضرو شويه فرامبواز، باش نعملو شويه فرامبواز نعملوه جوست بالفرقيتا ونحطوه في كوش لوطانيه ومن بعد نصبو فوقو الكريم. هاي اوزر يعني جبت لك وحده صغيره تنجم تخدم بها. دوك باش نخليو الكعبات اللي شادين روحهم للديكوراسيون، والكعبات اللي طيبين شويه هما اللي باش نعملوا لهم باش نرجعوهم كيما ستيل معجون. اوكي ديجا ما فيهوش روح الفرامبواز، ما يستحقش برشا فورس باش تقدو. فوالا هوني جوست باش تعطينا نكهه الفرامبواز. فوالا دونك جوست باش مازلت ما بردتش. خليك شايف مالك تكمل تحطها في البوش و اونتخو تون نرجع بحذاك باش نشوف شنو صار. توا صفيت الجو نتاع العلوش. اي توا باش نزيدو شويه الرو بس بشويه بشويه نزيدوه كم ساعة ما يعقدلناش ياسر. فوالا هذاك علاش انا حبيت الباز يكون هو الجو قبل الرو. ديجا الرو معناها الصوص سخونه. دونك هذا الغو اللي عملناه استحفظنا عليه خليناه ودير. انتم في الدار تنجموا راهو تحضروا هكا هو وتخبيوه، ومن بعد كل ما عندكم حاجه كيما هكايا باغ اكزومبل طيبوا يبقى برشا صوص وتبدا ياسر مميها تقول لك حاجه جاتني مميها. الغو هي الطريقه باش الحاجه المميها تولي ما عادش مميها. فوالا تشوف فيسا فيسا ولا نابون. توا انا اذا كان نحب نعقد اكثر نجم بالضروره اون فوا خليته يغلي شويه على النار باش يزيد يعقد. فوالا باش يزيد يعقد وتنجم تزيد تحلها تزيد الجو. اما هكايا تعطيني بعديك مع معناها كي نبي بها العلوش تعطيني كولور ياسر مزيان، وسورتو انه العلوش ملاك في الكويسون هذايا يظهر يبقى معناها يبقى الكولور نتاعو يبقى احمر. كان تشوف هنا كيفاش حتى في الكولور نتاعو يبقى معناها الكولور نتاعو العاديه معناها ما يكحالش ولا ما يتبدلش كولورو، يبقى كيما هو معناها لورانج والعسل يطيب اما يبقى معناها على نفس الكولور نتاعو. هاي اللي ياسر شايف، راني كل شيء حضر. كل شيء حضر، جست الروز يطيب الروز وندريسي العلوش. ونبداو نعملوا في الدريساج نتاعي. اوكي. اونتخو تون نرجع بحذاك، شايف؟ الكريمة نتاعنا. سي بون. سي بون. دونك كيما تشوف قاعدة تخضر البازيليك ما كحلتش خاطر حطيناها مش سخونة الكريمة. باهي. فوالا. تري بيان. دونك الديكوراسيون كيما تحب انت كل واحد كيفاش. دونك نجم نعمل هكا دي روزاس، نجم ندورها كيما تحب انت. دونك انا باش نحاول ندور شويه هكا. زيت سخونه شويه كانت تشد اكثر الديكور. ميرسي. دونك باش نزينو بكعبات فرامبواز، رابيل الفرامبواز الموجود للوطا. وعندي شويه اوراق بازيليك خليتهم في الفيجيدير باش يقعدوا فريق. وهكا نكونو كملنا الغوسيت نتاعنا الديسير نتاعنا. نكملو جوست الديكوراسيون بشويه وريقات نتاع حبق مع لي فرامبواز. وريتو كيفاش في اقل من 50 دقيقه تنجموا تعملوا اون روسيت بنينه وسهله من الشيره الاخرى. عمل لي الدريساج نتاع
التبولي مازال العلوش ومازال الروز اللي يمشي معاه سورتو هو ظهر لي اللي مازال ما طابش دونك جوست لو طون اللي نعملو تنظيفه صغيره على البلاتو ونكملو نجيبو لي روسيت نتاعنا ونتلاقاو. مازلتو بحذانا مونسينكم ومونسينا في الكوجينة، عملنا التبولي، عملنا التخت اللي بالقارس الشيف حسين ميرسي بوكو على التخت نتاعك، وعملنا حاجة راهي بنينة، راوك الروز بنين، راو طاب بالصوص اللي فيها اللي طاب فيها العلوش، وكملنا كالجو هذاك كملنا خثرناه، معطيناكم أسرار الغول كله وأسرار الكوجينة البنينة، وعملنا حطينا الصوص من الفوق، كمل الشيف يزيد. لمحات نتاعو الاخيره شويه زيد شويه شويه فيك شويه فريمون تشيشن جست اللي حاجتي بيه القوم تاع الاهدم كريستيان حاجه كريستيان في الصحن اب فريقات كورياندر شويه كسبر هكا نكونوا كملنا المنيو نتاعنا نتاع اليوم كان راتيتو اي حاجه تحبوا تعاودوا تشوفوه من الاول الجديد نجموا تمشيو على الباج فيسبوك الكوجينه ولا على الباج فيسبوك نتاع نسمه ميرسي ميرسي شيف يعطيك الصحه فرانشمون اليوم تعلمنا كيفاش نطيبوا العلوش فوق النار نخليوه سله سله وبالطريقه هذه نجموا نستعملوا الصوص اللي تيب فيها اول حاجه باش نطيبوا بها الروز ثاني حاجه باش نعملوا بها هاك الجو هذاك اللي حطيناه من الفوق دونك حاجه بنينه ياسر وسهله ياسر ميرسي بوكو شيف اللي وريتنا طريقه جديده باش ناكلوا التارت سيترون خاطر استغنينا على المورانغ اللي برشا عباد ما تحبيش خاطر فيها الجو المطعم نتاع العظم وعوضناها بالشوكولاته البيضاء اللي هو باش تعطي فينالمون بنه وباش تعطي طيح في الحموضيه نتاع التارت او سيترون دونك ميرسي بوكو شيف ميرسي ايمن شيف ايمن ميرسي لكم انتم اللي تابعوا فينا على قناه نسمه يا جماعه السهره طيبه وباي باي. هذا البرنامج برعاية دنيس أحسن ما فهمت وردة سرها المحبة